زيكم عاملين ايه رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هرسم معاكم الرسمة اللي انتم شفتوها من شوية طبعا هي تبان ان هي رسمة صعبة ومعرفش ايه بس هي سهلة جدا 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 وهتشوفوا كمان شوية فبس كده قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة وبس كده يلا بينا نبدأ الالوان اللي انا هستعملها النهاردة اول لون هستعمله هو اللون الاصفر تاني لون هستعمله هو الازرق الغامق إيه وطبعا انا هنا هستعمل درجتين من الازرق علشان الاتنين مختلفين عن بعض وانا عايزه إيه درجتين مختلفين من الازرق ومش لسه هاد بدمجه ومعرفش ايه فسهلت على نفسي واستعملت الدرجتين مع بعض بعد كده هستعمل اللون الاورنج المهم بعد كده هستعمل اللون ده اللي هو الاسود لو فاكرين اللون ده كان في العلبة اللي فاتت اللي هي اصلا كلها خلصت ما عادش منها غير اللون ده وشايفين يا جماعة رفيع ازاي انا بجد يعني بهدلته وهو لسه مخلص اكتر لون بجد فيه بركة ولسه مكمل معايا ف هستعمله هستعمله لحد ما يخلص هسيب التاني بقى واستعمل الاسود ده واخر حاجه هستعمل اللون الابيض بس بالنسبه للون الابيض مش هستعمل اللون الابيض بتاع الالوان بتاعه بريمو هستعمل اللون الابيض اللي هو بتاع بوستر كولر المهم طبعا اول حاجه ببدا ان انا احضر الورق بتاعتي واللزق اللي انا بستعمله هو اي وش عندكم بعد كده الورقه اللي انا بستعملها هي بتاعه كانسون وطبعا بعد ما بتاكد ان انا هيات الورقه بتاعتي صح وثبتها باللزق ببدا ان انا ارسم عليها اول لون هستعمله هو اللون اللبني وضفت عليه شويه ابيض زي ما انتم شايفين ودمجت الدرجتين كويس قوي مع بعض وهبدا اعمل اول حاجه في السماء السماء هنا عندي متقسمه لكذا حاجه لانها مكس مع بعض مكس سحب على السماء صافيه على في نفس الوقت في غروب للشمس المهم انه هعمل درجتين من اللون الازرق زي ما انا قلت لكم الدرجه اللي باللون اللبني والدرجه اللي باللون الازرق انا بدات اول حاجه بالدرجه اللي باللون الازرق الغامق بعد كده زودت عليها الدرجه اللي باللون اللبني ودمجتهم كويس قوي مع بعض انا عايزاهم يكونوا الدرجه بتاعتهم تقيلة جدا وباينه وواضحه زي ما انتم شايفين كده ومش نازلين على شفاف او فاتح زي ما بعمل في الرسومات بتاعتي وهقولكم كمان شويه ليه بعد كده هبدا ان انا استعمل اللون الاصفر بس لازم اكون متاكده ان الطبقه اللي فوق نشفت يعني جدا لانه كده كده الالوان الجواش حتى لما بتنشف وبتضاف عليها ميه بترجع تتبل عادي وبنستخدمها بس على قد ما اقدر علشان ما تندمجش مع اللون الاصفر لاننا دايركت حاطه اللون الاصفر تحت اللون الازرق وطبعا احنا كلنا عارفين انه اللون الاصفر مع اللون الازرق بيطلع لنا ايه لون اخضر وطبعا دي اسوا حاجه ممكن تتخيلوها ان احنا نعملها في رسمه بعد كده هبدا ان انا ازود خطوط باللون الاورنج على اساس ان هي تدي زي ما انا قلت لكم من شويه غروب للشمس وطبعا الفرشه اللي انا بستعملها هنا هي الفرشه بتاعه فانجو الفرشه دي انا بموت فيها وبرده على قد ما اقدر مش هحاول ان انا اطلع الاورنج على اللون الازرق التكنيك اللي انا برسم بيه المره دي مختلف انا دايما بقول لكم لازم تدمجوا الالوان مع بعض ولازم دمج الالوان وما اعرفش ايه بس انا رسمت بالتكنيك ده علشان اوريدي هيبقى فيه سحب فالسحب هتغطي جزء كبير جدا من الرسمه فليه اقعد ادمج واتعب نفسي واحير نفسي وما اعرفش ايه وفي الاخر كل ده هيتدرب بالسحب اصلا فهو ده التفكير اللي انا فكرت فيه بصراحه بعد كده رسمت خط باللون الازرق الغامق بدات بقى ان انا اغمق الازرق انا كنت قاعده بفتحه بالابيض دلوقتي هبدا ان انا اغمقه وهزود بقلب جامد اللون الازرق الغامق لان هو زي ما انا قلت لكم في سحب كتير جدا وانا مش عايزه الرسمه بتاعتي تكون فاتحه وفي سحب فيها اكيد السحب بتبقى غامقه جدا عن اللون بتاع السماء طبعا كل شويه هبدا ان انا اطلع لفوق بالسحب بتاعتي يعني انا بدات الاول بخط بعد كده عرضت الخط بتاعي خليته عريض بعد كده بدات ان انا اعمل ضربات عشوائيه جدا وهتقولوا لي اسماء ازاي انتي رسمتي الازرق فوق الاصفر والاورنج وما تاثرش وما لون اخضر لان انا مادة ما كنت همش مع بعض استنيت لما الطبقه بتاعه السما تنشف تماما او الغروب تنشف تماما وبعد كده بدات ان انا ازود الطبقه بتاعه السحب وطبعا زي ما انتم شايفين شكل السحب عشوائي جدا 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 كده هبدا ان انا ارسم خطوط كده في النص على اساس ان هي تدي انعكاس على البحر او انعكاس الغروب على البحر طبعا بصراحه ما كانتش خطوه موفقه في الاول ان انا ارسم الانعكاس على طول قلت انه فاهمين الدرجه بتاعه الاورنج كده في الانعكاس ما عجبتنيش خالص فكملت ان انا رسمت البحر طبعا هنا انا دي حاجة بدائية يعنى فلون زي ما انتم شايفين بالشكل ده حاجة مبدئية جدا بعد كده هبدأ بقى ان انا اعمل التفاصيل واعمل الموج واعمل كل الكلام ده معاكم خطوة بخطوة دلوقتي وبعد ما خلصت تلوين اول طبقة من البحر بدأت ان انا ازود لون ابيض حد يجي يقول لي اسماء ليه زودتي لون ابيض ما كده كده الالوان الجواش ما بتتأثرش وكده ايوه انا معاكم ان الالوان الجواش ما بتتأثرش بس لازم نلاحظ ان احنا بنضيف الوان شرسة على بعض بمعنى ايه انه اللون ال الازرق والاصفر والاورنج اعضاء بعض بحيث ان هما بيدوا اخضر على طول او زيتي حاجه شبه كده فمش هينفع ان انا اضيف كله كده مره واحده طبعا هنا في حته اتقطعت مني غصب عني ايه وانا برسم معرفش الفيديو ده راح فين انا كنت بصور وانا برسم باللون الاورنج بس اكتشفت وانا بمنتج انه الفيديو ده اتمسح فاللي عملته هنا ان انا زودت بس اللون الاورنج على اللون الابيض اللي انا كنت عاملاه بس طبعا بعد لما اللون الابيض نشف تماما بدات ان انا ازود اللون الاورنج اوكي اوكي استنيت طبعا لما اللون الاورنج بدا ينشف شويه وبعد كده زودت الخط اللي باللون الاسود اللي انتم شايفينه الخط ده هيفصل ما بين السماء وما بين الارض على اساس ان هو يدي طبعا زي ما احنا كلنا عارفين بنقف قدام البحر بيبقى فيه شكل مدينه كده لبعيد قوي هو ده اللي انا بعمله هنا وبما اننا في مرحلة الغروب يعني وكده هيبقى شكل المدينة دي مش باين فهتبقى باللون الأسود طبعا شكل المدينة برضه عملتها بأسلوب عشوائي وحاجات كده أشكال كده مختلفة جنب بعض طلعت شكل حلو في الآخر بعد كده بقى هبدأ إن أنا أزود الموج بتاع البحر والموج ليه حاجات كتير جدا اشهر الطرق دي او الحاجات العشوائيه فيها انه احنا بنعمل خطوط فوق بعض وجنب بعض بالشكل اللي انتوا شايفيني بعمله ده وكل لما نقرب على ايه تحت او نقرب على نهايه الرسمه كل ما الخطوط دي بتبقى اكبر واعرض كل ما بنبعد لفوق او بنبقى في نص الرسمه بالظبط يعني في اول البحر بالنسبه لنا لو حد واقف قدام البحر هيبقى البحر بالنسبة له هو اللي جوه فاهميني؟ فكل ما بنوصل لجوه في البحر كل ما الخطوط بتبقى رفيعة وتكاد تكون ان هي يعني بقية البحر فاهميني؟ لان ده حقيقي احنا لما بنبقى مثلا في البحر انت وانت بعيد مش شايف الموجة شايف ان في بحر عادي كل لما الموجة بتقرب منك كل لما الموجة شكلها بيبان أكتر وبتبقى عريضة وبينالك يعني أكتر في ناس طبعا بترسم باللون الأبيض بس أنا هنا في نص البحر محبتش أن أنا أرسم يعني باللون الأبيض بعد كده بدأت أن أنا أزود أصفر في نص الخطوط اللي باللون الأورنج وطبعا اتأكدت أن اللون الأورنج نشف تماما عشان لما اللون الأورنج ما كانش نشف وبدأت أن أنا أرسم بالأصفر أو ألون بالأصفر هيدخل على اللون الأبيض وهيخلي اللون الأصفر مش حلو خالص وآخر حاجة هرسمها في الرسمة بتاعة النهاردة هما الشجرتين أو الشجرة اللي ليها فرعين أوكي أوكي طبعا الشجر أنا مئة ألف مرة قلت لكم الطريقة بتاعته ومش هزهق وهقول لكم للمرة المية وواحد الرسم بتاع الشجر سهل جدا أهم حاجة تكون معاكم فرشة رفيعة علشان إيه بصراحه من وجهه نظري رسم الشجر بفرشة رفيعة بيسهل عليكم كتير قوي بيطلع لكم شكل الشجره حلو لو انتم بتعرفوا ترسموا بالفرشه التخينه جو عادي يعني اللي انتوا حابينه اعملوه المهم بعد ما هرسم الجزعين بتوع الشجرة هبدأ ان انا اطلع الفروع والفروع بالذات بقى محتاجة فرشة رفيعة ما يجادلني في الموضوع ده الفروع محتاجة فرشة رفيعة المهم بعد كده هبدأ أن انا ازود الورق بتاع الشجر والورق بتاع الشجر الطريقه بتاعته سهله جدا أنه انا بعمل نقط جنب بعض وفوق بعض وتحت بعض وعن اليمين وعن الشمال وكل ده علشان يطلع الشكل بتاعها ورق بتاع شجر ويطلع شكلها حلو طبعا النقط اشكالها بتختلف يعني انتوا حابين ان انتوا تحطوا النقط جنب بعض باشكال عاملة ازاي دي بترجع ليكم انتم وبترجع للخيال بتاعكم وبترجع انتوا حابين عايزين تعملوا ايه يعني انا هنا حبيت ان انا مزودش في الورق بتاع الشجر حد تاني عايز يزود او يعمل شكل اصلا شجرة مختلف جو عادي بعد كده هنا هبدا ان انا ارسم ارض باللون الاسود برضو وطبعا هنا ما تصورش غير وانا برسم في الحتة دي بس لكن انا خليت لكل البتاع او لكل الرسمة زي ما انتم شايفين كده هي دي بس الحتة اللي ما لكن الباقي كله متصور ودلوقتي طبعا بعد ما اتأكد انه الرسمة نشفت هبدأ ان انا اشيل الوشي تيب او اللزق عنها ودي احلى فقره دي المحببه لقلبي كده دي حياتي كلها شايفين يا جماعه شايفين سيف سيف والله يا جماعه هو ده اللي بيبين شكل الرسمه ان هي تبقى شكلها نظيف وحلو ده اللي بيخلي احساس كده الانتصار انه واو انا رسمت الرسمه وطلعت حلوه وطبعا هنا الورقه كانت تتقطع مني بس ربنا سطر وبس كده هو ده كان فيديو النهارده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناه وعملوا لي فولو على الانستغرام واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله سلام